إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زالت الانطلاقات متواصلة والتحديات مستمرة على أرضية ميدان التحدي مع منافسات سن الحقائق وشعارات يا أبناء القبائل أبناء دول مجلس التعاون مشاركين والحاضرين مع منافسات والتحديات هذه الرياضة. لنبدأ مع مسيرة هذا الشوط، نتابع معكم تحديات هذه الانطلاقة وما تخفي لنا هذه الشعارات من أمور ومنافسات تجري مع سن الصغار. لنبدأ مع مسيرة أول المراكز، لنتابع معكم مقدمة هذا الشوط عز على المركز الأول، جار الله بن حمد بن جار الله النابت المر يقدم لنا عز بانطلاقة البداية والمركز الأول والصدارة مع مقدمة هذا الشوط، يحضر بحضور شعاره على المقدمة والبداية. المركز الثاني، نتابع معكم على ثاني المراكز وتحديات المركز الثاني، من يحضر من الجانب الأيمن نشاهد انطلاقة هذا البطل الحاضر والمنطلق بمسيرة ينحجب رقم عن نواصع على المركز الثالث، لنرى ونتابع معكم قدوم المنتصر عبد الله بن سالم بن راشد الهاشمي. والمركز الرابع الأسد راشد بن هادي بن راشد القرح المري. والمركز الخامس وصول وتقدم من قبل جزيل عبد الله بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح مع المركز الخامس ومع خامس التحديات. لنرى معكم مسيرة الأسماء، مسيرة الشعارات والمركز الثاني، اتضحت أمور حامل الرقم اثنين قناص راشد بن سالم بن محمد بن الدوحة على المركز الثاني. هذه الأسماء وهذه الشعارات، شعار بن الدوحة مع المركز الثاني وكذلك البداية والمقدمة والصدارة. المنتصر مع الهاشمي، الهاشمي يقدم لنا المنتصر، أبناء السلطنة مع انطلاقة البداية ومع انطلاقة المركز الأول، عبد الله بن سالم بن راشد الهاشمي بمسيرة البداية يقدم لنا شعاره مع انطلاقة أول المراكز. يا ودن يهدي أبناء السلطنة ناموس صباحي مميز مع انطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني قناص راشد بن سالم بن محمد بن دوحة، المركز الثالث وصول الأسد راشد بن هادي بن راشد الزعبي مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع شعار البريدي غادم مع الجاوي حمد بن جر الله بن حسين البريدي. المركز الخامس وصول مشاهدينا الكرام من قبل شعار الزعبي ايضا جزيل عبد الله بن حزام الزعبي، وكذلك وصول وتقدم من قبل فجاج حمد بن حايد الحزام. ولكن نعود الى البدايه الى المركز الاول. الله يا المقدمه، الصداره، المنتصر هو المنتصر حتى هذه اللحظات مع انطلاقه اول المراكز ومع انطلاقة البداية. يقدم لنا هذا العرض الجميل والانطلاق المميز، لكن قناص لمن الاقتناص في هذا الشوط؟ قناص راشد بن سالم بن محمد بن دوحة مع المركز الثاني ومع الثاني التحديات. المركز الثالث وصول مشاهدينا الكرام من قبل فجاج الواصل بهذه اللحظات. الله يا الاسماء الحاضره المتواجده، غادم شايف سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان غادم بالشعار الحاضر والمنطلق على المركز الثاني والبدايه، البدايه مع بن دوحة على البدايه والمقدمه. يقدم لنا قناص على المركز الاول، شايب على المركز الثاني، شايب بهذه اللحظات. سعود بن عبد العزيز بن سالم بن شنان يقدم لنا شعاره. المركز الثالث القادم الذيب علي بن محمد بن طريبيل مع ايضا مع انطلاقه المركز الثالث والعوده الى البدايه. الثنائي الجميل شايب والقناص وشايب. الله بالدوحة بالشنان، ولكن قناص يقتنص نقطة هذا الشوط، يهدي بالدوحة هذا الناموس المميز. ثاني التبريكات لراشد بن سالم محمد بالدوحة على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل الشايم لسعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز. المركز الثالث كان الوصول من الذيب لعلي بن محمد بن عبد الله بن طريبيل آل بريد. المركز الرابع كان الوصول من قبل الحجاج حمد بن علي الحزام. خامسا كان الوصول من قبل فارق لمحمد بن علي بن حمد المري. مشاهدينا الكرام،
متابعينا الاعزاء تابعنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط من قبل الاسماء المتواجده والمتنافسه في شوطنا المنقضي قبل قليل، وكان قناص هو المقتنص لنقطه هذا الشوط، هو الفائز المتوج له صور 4:32.94 جزء الثاني. تحت تبريكات لراشد بن سالم محمد بالدوحة على هذا الفوز المستحق، المركز الثاني وصل شايب 4:33.20 20 جزء الثانية. التالي التبريكات للسكواري سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري، المركز الثالث كان الوصول من قبل الذيب توقيت الزمني 4:34.8 جزء الثانية. التالي التبريكات لعلي بن محمد بن عبد الله بن طربيه البريد المري على فوز الذيب المركز الثالث. مشاهدينا الكرام.